أكتر فنان بيدي إدوارد وضعه في أي عمل يشارك فيه؟ حمادة هلال، أحمد السقا، محمد رجب. أحمد حلمي. ما فيش أحمد حلمي مش هنا. يعني دول ما بيدولكش وضعك خالص؟ لا مش ما بيدونيش وضعي. الدور اللي بيبقى بتفق عليه وبيبقى مكتوب على الورق هو اللي بعمله. ما منقولش لا زيادة ولا نقصان. بس أحمد حلمي بيديك فرصة. بيديك فرصة تعمل اللي انت عاوزه. هو الفنان الكوميدي تلات ارباع دوره بيحصل أثناء التصوير، يعني غير المكتوب. يعني مكتوب بيبقى حاجة واللي بيتصور ده. عملت حاجات كتير كده مع أحمد حلمي وبعديه رامز كمان كنا بنقعد. ما بيغيرش بقى أن أنت ممكن تاخد منه الكاميرا، ممكن تاخد منه الوضع، ممكن الفنان اللي بجد بيبقى دايما واثق من نفسه. طب مين اللي بيغير منك لما توقف قصاده وتحس أنه عاوز يكتمك؟ لا مفيش حد. مفيش حد؟ لأن برضو العمل مهما كان في الأول وفي الآخر جماعة. طب عمرك عملت فيلم ومثلت فيه كويس وكان دورك فيه حلو وبعدين لقيت أن روحك مش موجود في الفيلم أساسا، أو مشاهد بسيطة أو كتير. حاجة كتير. طب مين بقى اللي يشيلك؟ مين بقى اللي أسئلتك محرجة بطريقة. مين بقى اللي شالك؟ أكيد فيلم مش إيه؟ مش هقول يعني أكيد. طب الفيلم بلاش تقول مين اللي شال، بس الفيلم إيه اللي انت فوجئت ان ده فيلم واحد؟ انت متسامح بقى خالص، انت متسامح يعني في في كذا حاجه يعني. في مشاهد كتير كانت بتتقصلي يعني. طب واللي شال المخرج؟ فهنحترم ده والله. ولا النجم؟ والله ما اعرف، اكيد بيبقى يعني ما اعرفش. لا قول اكيد بيبقى مين. طب بتعيد التجربه تاني مع الناس دي؟ لا. اللي بعده